بفلح احسب الروح اي والله ما بنرضى تروح من عنا ما بنرضى تروح لا والله ما بنرضى تروح لا والله. كان الاباء والاجداد على مسار درب الحداره يغنون القصائد التراثيه والشعبيه من الفلكلور المشرقي بشكل خاص من التراث الشعبي الاردني. فكان الحداء وكان الزجل وكان ابو دلعونه وابو الزلف ترافق الحصادين والباعة المتجولين والفلاحين والمزارعين والحصادين والرعاة. هذه الأغاني الجميلة ترافقهم في رحلتهم الموسمية من أعالي الجرود إلى مناطق القرى حيث يعرضون بضاعتهم الصيفية والشتوية. الآن نحن نتوغل داخل درب الحدارة. هذا الدرب الجميل إن شاء الله بعد انتهاء جائحة كورونا سوف ننظم فيه مسير مع مراعاة التباعد الاجتماعي. وبهذه المناسبة إن شاء الله يعني سنعلن بعد انتهاء الشهر الفضيل عن وبعد رفع الحظر الحكومي عن أول فعالياتنا في هذه المنطقة. الآن هذا المسار اللي هو اللي بتشوفوه هو مسار درب الحدارة. أما الآن سوف نطلعكم على الجنة، على هذه الغابة، الغابة الواعدة، الغابة الجميلة. هنا ترون كمية كثافة الأشجار التي في هذه المنطقة من أشجار البلوط والملول. إنها الجنة، لقد تنفست الطبيعة الصعداء بعد جانحة كورونا الحمد لله من قبل وبعد. وأن ترونها ساكنة في الظاهر لكنها تعوج بالحياة. أترككم لسماع صوت الطيور في هذه المنطقة.